الصحيفة الورقية اليوم أصبحت اليوم شبه مندثرة، يعني ربما قد تمحى من الوجود لاحقا في ظل نعم الصحافة نعم الإلكترونية. لأن الصحيفة كانت تقرأ ثم تفرد ليؤكل عليها الطعام أو تلقى في القمامة. أما الكتاب فموضوع آخر. ما موضوع الكتاب؟ أنا لست متحيزا للكتاب الورقي وأقول، ولكن أقول لك إن قراءة المشهد في السنوات الماضية أثبت أن الكتاب الورقي لا يزال وسيظل موجودا إلى يوم الدين. لأن ثبت أمر ما، هذا الأمر في تصوري أن الذين يقرؤون من الكتاب الورقي يربطون الكتاب الورقي كمادة وكشكل وكمكان في ذهنهم، يرتبط بذهنهم بثبات المعلومة والقدرة على استدعائها مرة أخرى. ولذلك أنا عندما أقرأ كتابا ورقيا وأمر بموقف ما أستدعي المعلومة، أتذكر الصفحة كانت على اليمين أم على اليسار، صحيح. وكانت هذه المعلومة في منتصف السطر الصفحة أم في أعلاها أم في أدناها أم في الصفحة السطر كذا. هذه الرؤية البصرية ترتبط باستدعاء المعلومة، باستدعاء المعلومة، وترتبط بثبات المعلومة وبالاستفادة منها. اتضح أن هناك ارتباط، أن هناك ارتباطا وجدانيا بين الكتاب الورقي وبين المعلومات التي بداخله وبين المتلقي. هذا الثالوث مهم جدا. الكتاب الإلكتروني له دور جبار لا بديل عنه في مسألة البحث، أن أبحث عن المعلومة أين هي، أن أبحث عن مكانها، أن أتصفح الكتاب على شاشة موبايل أو كيندل أو تاب أو نحو ذلك. إذا قرأت، لنجرب وليكن هناك يعني بحث في هذا، أن يقرأ أحدهم كتابا من على شاشة التاب، موبايل. وأن يقرأ كتابا آخر ورقيا، ثم يقيس مدى الاستفادة. سيجد الاستفادة من الكتاب الورقي أكثر من الكتاب الإلكتروني. نعم،